شلونك يا الله يحفظك يا ابو رحمه الله. السوق احكي لي وضع السوق هنا شلونه؟ والله وضع السوق تعبان يعني شو شوف والله وضعيه تعبانه يعني منين احكي لك؟ انا انتم هنا منطقه الحسينيه احكي إيه؟ لي وضعكم خدماتكم شنو عندكم ما عندكم؟ خدمات والله يعني ايش كنا عندنا شنو الكهرباء والمي زين. اي اكو مناطق لحد لا تبيض لا مجاري عندهم خطيه. شلون شفت ارتفاع الاسعار اليوم اكو ارتفاع بالطماطم والبتيتا؟ يعني حيل قوي يعني اثر على الفقر كلش يعني خاصه احنا الكسبه. ايه زين كانت بربع الطماطم اليوم بايش اشتريتها؟ اليوم 750 كيلو يبيعوها. سعرها 500. ايه. زين شنو سبب الارتفاع؟ ما تعرف؟ والله هم الدوله هم يعرفون. غير الخمط مالتهم صعدوا الورق. المواطن اليوم شلون يقدر يشتري يعني؟ ما يقدر يشتري. الفقير ما يشتري انا اقول لك. الكاسب ابو العلاق شوف اذا اخذتها الفقره كلها تبيع عليك. يعني ما يقدر يشتري بنوم علاقة ما يطلع والله. الى السوق صاعد كله صاعد. يعني المخضر كله صاعد، الفاكهه صاعده، يعني ايش اخذ؟ اللحم صاعد، الدجاج صاعد. هسه اخذت كيلو فخار ب 6000 دينار اي والله يعني السوق صعد ما يدبرها اليوم احنا بدنا نعرف بانه اكو وضع اكو ناس هواي فقره ما يقدرون يشترون وضع تعبان بس الله اللي حله ووضع كله تعبان من كل النواحي صحه خدمات زرع ما زرع كله صعد اليوم ليش ماكو دعم للفلاح العراقي برايك ما حد يدعمه غير يسورد من الخارج يستفادون ما حد يدعمه اكو تجارة السفات تستورد من الخارج. الجودة العراقية حتى بالزراعة يعني ما عندك زراعة، الزراعة مسحوا عندك مسح راحت انعدمت. كلها استيراجك، وهذا الاستيراج السفات من عنده. اي انا استفاد من الزراعة من الاستيراج. بعد ما عندك شيء قليل زراعة بالعراق تطلع عندك. ماكو شيء يعني. كلها استيراج. لا دلل. ما اشكرك يا ابو. ما اشكرك يا ابو. شكرا.